كشفت صحيفة البيان الإماراتية في تقرير نشرته اليوم الاثنين عن إجراء بعثة مراقبة دعم اتفاق الحديدة مباحثات حول خطة إعادة انتشار جديدة. وقالت إن كبير مراقبي الأمم المتحدة في محافظة الحديدة الجنرال أبهاجيت جوها ونائبته دانييلا كروسولوك بحثا مع طرفي الاتفاق خطة جديدة لإعادة الانتشار بعد نحو عام على تعثر تنفيذ الخطة السابقة. ونقلت عن مصادرها أن المناقشات جرت مع ممثلي طرفي الاتفاق بشكل منفصل، مؤكدة أن إعلان تفاصيلها مرتبط بالموافقة عليها. ولفتت الصحيفة إلى أن الاقتراحات تستجيب لطلب تغيير مقر إقامة بعثة المراقبة الأممية من السفينة التابعة لبرنامج الغذاء العالمي الراسية في ميناء الحديدة.